بجدرانه الحجرية العتيقة يقع صرح كان زمان على قمة تلة أردنية قديمة، حيث بدأ مشواره كنقطة محورية في خربة أبو جابر اللي أنشأها أخوين محليين لتكون منطقة منعزلة للزراعة وتربية المواشي. ويعود إنشاء البناء إلى أيام العثمانيين في القرن 19، حيث كان هذا الصرح مستودعا للمنتجات الزراعية واسطبلات للخيول قبل أن يمحيه التاريخ. تم ترميم وإعادة إحياء هذا المبنى التراثي في القرن 21 وتحويله لمطعم ليبقى تذكاراً لماضي الخالد، حيث يلتقي الحديث بالقديم في تناغم مثالي مفتخراً بحلته الجديدة وتميزه بالمأكولات الشرقية والمحلية الأصيلة والمعدة بنكهات تقليدية وعيد إحيائها من جديد. ثلاث أجزاء بارزة يتألف منها مطعم كان زمان، وهي صالة المطعم الأنيقة اللي كانت تصطبل في قديم الزمان، وبستان كان زمان بباحته الجميل المطلة على منطقة اليادود الخضراء، ومخبز خبز وملح اللي بيوفر المخبوزات الطازجة اليومية، فضلاً عن أشهى مختارات المونة الأردنية المحفوظة على رفوفه. سيد طارق، إحنا من زمان وعينا على كان زمان، وهلأ المطعم رجع بشكل جديد، فشو جديد كان زمان؟ والله الجديد كتير، الجدران ظلت زي ما هي، في شغلات حرام تلعب فيها، التاريخ قصة المحل ما زالت وحتضل كان زمان وحتحيا لبعيد كتير. احنا رجعنا فتحنا المحل، اعطيناه روح جديدة، اضاءة جديدة، طاولات جديدة، طاقم عمل جديد، طبعا كمان غيرنا بالمنيو، حطينا مزيج ما بين يعني شرقي بس بمختلف اللبناني، أردني، محلي، شوية بهارات تركي، حاولنا نكون متنوعين ويعني نلبي طلبات الزبائن كلها، يعني نحاول نرضي الجميع. المحل له تاريخ وحضارة ما زالت هاي جوا الجدران زي ما انتم شايفين. الواحد لما يجي على المطعم بهمه طبعا الأكل، يعني خلينا نحكي الأكل صارت بجودة أحلى وأحسن وبهارات يعني مختلفة من مختلف مطاعم العالم. مزبوط بيبي، إذا بتتذكروا قبل كان المحل له طابع خاص، كان بس القعدات كانت واطية، إحنا هلا رفعنا المستوى، صار يعني زي ما بيقولوا بالإنجليزي فاين دايننج، مستوى رفيع زي ما انتم شايفين، في إليمنتس مش موجودة بمحلات كثير، فاير بليس ورانا هون، وفي الجريل بنعمل عليه كل المشاوي، عندنا شوى جبناه خصيصا من تركيا ليشوي المشاوي، وكله هون بيطلع المشاوي، فيش شيء من جوا، فهاي الامور بتميزنا عن غيرنا. وطبعا في التراس الحلو كثير، في فيو على منطقه خضراء اللي هو شغله مش كثير دائما بنشوفها بعمان على اليدوده، وطبعا عندنا الفرن، من الفرن للطاوله طازج، فكله هاي مع ميوزك مع روح جديده، ان شاء الله بنكون احنا واثقين انه قدمنا شيء جديد بدون ما نخرب على السمعه والتراث اللي بناه هذا المحل. احنا بنبارك لكم وان شاء الله كل الزوار بيجوا وبنبسطوا بكان زمان ان شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا. هلا. يروي مطعم كان زمان اكثر من قصه بروح واحده، حيث يجمع داخل اسواره العتيقه كلا من المطبخ الشرقي العريق والنكهات المحليه والمون الاردنيه والفن والموسيقى والتراث. ومع هالمكونات جميعها أصبح لدينا حكاية تروى من جديد، حيث تم الإعلان عن إعادة افتتاح المطعم واللي كان مغلق لفترة من أجل عمليات الصيانة والترميم، بحضور عدد من أهل الصحافة والإعلام بأجواء دافئة طغى عليها الفرح والبهجة. ومع مطعم كان زمان رح تستمتعوا اليوم بتذوق حكاية الأمس. أحمد الكيلاني، رؤية.